السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو غادي نشوفوا لافيش دو ليكتور ديال لا نوفيل اوشان اللي في البروغرام ديال الجدع مشترك او ترون كومان. في هذه الفيديو غادي نشوفوا دونك معلومات على لوتور على الكاتب، ريزومي ديال ليستوار و لي بيرسوناج برينسيبو، معلومات على هاد لا نوفيل على هاد القصة. الوغ نبداو باللا بيوغرافي دو لوتور، معلومات على الكاتب. دونك لوتور هو غي دو موباسون، دونك كتنطق غي دو موباسون، دونك واحد ليكريفان فرونسي اللي عاش في 19 سيكل، دونك سيكل هو القرن 19. كورون ليتيرير، التيار الادبي اللي كينتمي ليه هو لو رياليزم. لو رياليزم يعني واحد التيار ادبي كيجسد وكيكتب على الواقع اللي كيعيشو الانسان. دات اي ليو دو نيسونس، دونك هاد الكاتب اللي هو غي دو موباسون ني تولد لو 5 اوت 1850 ا تورفيل سور ارك. هنا عندنا لا دات التاريخ، اي لو ليو دو نيسونس ومكان ديال الازدياد ديالو. دات اي ليو دو ديسي، لو ديسي هو لا مور، يعني هنا نديرو تاريخ ومكان الوفاة. مور لو 6 جويي 1893 ا باري، مات في 1893 في باريس. دوطخ زوفغ، مؤلفات اخرى ديال هاد الكاتب، عندنا بيلامي كتب واحد لو رومون سميتها بيلامي، وكتب رومون اخرى واحد الرواية اخرى سميتها اون في. دابا نشوفو لو ريزومي او بيان باردون يعني لي زانفورماسيون على هاد لوفغ، على هاد المؤلف، هاد لا نوفيل، هاد القصة. دونك لو تيتخ، العنوان هو اوشان. اوشان بالعربية هي في الحقول، يعني من خلال العنوان غنعرف ان القصة غتحكي لي واحد القصة كتوقع في واحد المنطقة اللي هي فلاحية زراعية etc. L'auteur, donc Guy de Maupassant. Le genre, نوع الادبي ديال هذا المؤلف هو نوفيل رياليست. فاش كتسمع لو جونغ ليتيرير، نوفيل رياليست يعني واحد القصه واقعيه ولا شبه واقعيه، كتتكلم على شي حاجه قريبه من الواقع، ماشي قصه وقعت ولكن قصه كتعكس الواقع ديال هذوك الفلاحين في ديك الوقيته في فرنسا. لا دات دو بوبليكاسيون، تاريخ ديال النشر ديال هاد لا نوفيل ديال هاد القصه هو 1882. من بعد ما عرفنا هاد المعلومات غندوزو دابا les informations bien le résumé ملخص ديال هاد القصه. alors au pied d'une colline في السفح ديال واحد التل، يعني هذا هو المكان ديال الاحداث. vivaient côte à côte، كيعيشوا مجاورين، deux familles، جوج ديال العائلات، deux paysans، ديال الفلاحه، واحد العائلتين ديال الفلاحه. دونك هادو هما لي بيرسوناج برينسيبو، الشخصيات الرئيسيه. كي ترافايي دور، كيخدموا بطريقه يعني دور، يعني صعوبة. دونك كي ترافايي دور، لور تيغ انفيكوند، كيخدمو بصعوبة بقساوة، لور تيغ الأرض ديالهم انفيكوند غير خصبة. سو سون لي توفاش اي لي فالان، هاد جوج عائلات، عائلة الأولى سميتها لا فامي توفاش والعائلة الثانية سميتها لي فالان. لا فامي توفاش ا ان غارسون اي تخوا في، توفاش كان عندهم ثلاثة، عندهم دري اي تخوا في، اي لا فامي فالان عندهم اون في اي تخوا غارسون. Elle, fais-je qu'on goûte là, elle a les deux familles. Elle habitait dans deux pauvres chaumières voisines. Qu'est-ce que nous voyons juste le menacer, juste dire quoi, mtjawa. Là, قدمنا les personnages ديال هاد la nouvelle. Les deux familles menaient une vie misérable. هاد جوج العائلات كيعيشوا واحد الحياة بائسة فقيرة، مي هارمونيوز، ولكن منسجمة، يعني متفاهمين مع بعضياتهم، ولادهم كيلعبوا مع بعضياتهم. ان جور، ولكن واحد النهار، ان كوبل، واحد الزوجين غيش غني، واحد الزوج غني، مسيو اي مدام دوبيير باسا بخي دي دو شوميير، واحد الراجل مع مرتو، كما كنشوفونا في الصورة التقريبية، راجل ومرتو أغنياء، غيجيو بواحد العربة، وغيدوزو حدا هاد المنزلين. مسيو اي مدام دوبيير إيتي تخي مالوغو، هاد مسيو مدام دوبيير كانوا مالوغو، حزينين، كار إن نو بوفي باز أفواغ دونفون، حيت ما كانش عندهم أولاد، يعني عاقرين ما كيولدوش. مدام دوبيير فوني ريغوليارمون، من داك النهار هاد مدام دوبيير شافت هادوك الدراري وبقات كتلعب معاهم، عجبوها وبقات كتجي ريغوليارمون باستمرار. روندغ فيزيت او زونفون، كتزور هاد الاطفال دي دو فامي، ديال العائلات بجوج. اي لور دوني دي فريانديز، كتعطيهم حلويات. اي بري لابيتود، واعتادت دو جوي افيك او، انها تلعب معاهم. باردون هاد او جات هنايا. ان جور لو كوبل اونتراشي لي تيفاش، واحد النهار هاد الكوبل الراجل مع مرتو غيدخلوا الى لافام، عند لافامي توفاش في الدار ديالهم، بوغ ادوبتي، باش يتبناو لور بوتيت انفون شارلو، باش يتبناو واحد الطفل ديالهم الصغير اللي سميتو شارلو. لا مير دو لانفون، الام ديال هاد الطفل، رفوزا فيولامون، رفضات بعنف
la proposition اقتراح مالغري لارجون بروبوزي بار لو كوب دو بيان، رغم الفلوس اللي اقترحوا عليها هاد الزوجين، اقترحوا عليها واحد الماندا شهريه وعطوها الفلوس بزاف باش انها تسمح لهم يتبناو الابن ديالهم، ولكن الام غترفض بعنف والراجل ديالها غايدها في الموقف ديالها. الوغ لو كوبل هاد مسيو مدام دوبيار سو تورنا فيغ لا فامي فوازين لي فالان، من بعد غيتوجهوا للعائله الاخرى، ملي جربوا مع لي تيفاش ما قبلوش غيمشيو عند العائله الاخرى كي ان اونفون دو ميم اج، اللي عندهم واحد الطفل اللي عنده نفس السن. لي بارون دو بوتي جون يعني باش يتبناو جون اكسبتير، الوالدين ديالو في الاول غيقبلوا، يعني في الاول وفي الاخر غيقبلوا، اي سينيير شي لونوتير وغيسنيو عند النوتير عند الموثق، mais après avoir marchandé، ولكن بعد ما تشطروا على هذيك الماندا وهذيك الفلوس اللي ياخذوا بالمقابل. يعني هنايا هاد لي فالان، هاد العائله ديال لي فالان غيوافقوا انهم يعطيو ولدهم جون يتبناو هاد لو كوبل ديال مسيو اي مدام دوبيار بمقابل واحد مبلغ شهري. ا بارتير دو سو جور لا، منذ ذلك اليوم من تبناو هاد لي دوبيار تبناو هذاك الطفل جون، لي دو فامي هاد جوج عائلات سينسير توت بون ريلاسيون، يعني هادوك لي تيفاش لي فالا ما قطعوا اي علاقه، ما بقاتش بيناتهم علاقه مزيانه، ولكن ولات واحد العلاقه ديال الحقد وديال عداوه. دورون دي زاني طيله سنوات لا مير تيفاش هذيك الام تيفاش اللي رفضت تبني ولدها تعطي ولدها ايتي فيير كانت فخوره دو نو باز افوار فوندو سون فيس، انها ما باعتش ولدها، بقات كتفتخر طيله سنوات كتفتخر انها ما باعتش ولدها كونتريرمون ا لا مير فالان عكس الام فالان. يعني هذاك الدري الصغير هذاك شارلو غيكبر فواحد الفكره انه افضل من الاطفال الاخرين لان الام ديالو ما باعتوش. ولكن عندنا دي زاني بلو تار، ولكن بعد مرور عده سنوات le fils Valin Jean retourna. بعد سنوات هذاك فالان هذاك جون غيرجع للفيلاج غيرجع عند والديه. voir ses parents Jean devint un magnifique jeune homme، ولا واحد الرجل رائع غيش غني. il entra dans la maison دخل للدار et embrassa ses parents سلم على والديه. ces derniers fiers de sa réussite والديه sont fiers فخورين بالنجاح ديالو le présentèrent aux personnalités du village غيقدموه للشخصيات ديال الفيلاج. فاش غيرجع هاد جون هو كبير ولاباس عليه وقرا ولا مثقف والدين ديالو فخورين غيديوه للشخصيات ديال الفيلاج، يعني داك الاستاذ اللي في الفيلاج الموتير الموثق اتسيتيرا، بحال اللي كيتباهاو وكيفتخروا انهم داك التبني اللي دار لولدهم كان في الصالح ديالو. وفي الدار الاخرى غيكون شارلو نشوفو مي دون لوتر ميزون، ولكن في المنزل الاخر شارلو فو دو جالوزي غيور حمق بالغيرة، يعني غتقتلو الغيرة حيت شاف هذاك جون جاي لاباس عليه نقي في واحد العرابة نقية أسرغا، وهو تربى في هذاك الفيلاج كيضرب تمارة مع والديه باش يحرس واحد الأرض اللي هي غير خصبة. غوبخوشا غيعاتب غيلوم à ses parents de ne pas avoir accepté son adoption كي يعاتب والديه كي يغوت عليهم كيسبهم كيلومهم انهم ما قبلوش يتبناوه فاش كان صغير. يعني شوف هنايا كيفاش غيشكر والديه. il quitta la maison غيغادر المنزل حيت هو متعصب معصب en insultant ses parents، هو كيسب والديه وكيقول لهم انتم ماشي والدين ما يستحقوش انني نجلس معكم. هذه هي لا نوفيل او شون، كنتمنى تكون عجبكم هاد لا فيديو، اذا كان كذلك ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.